النهارده النجم التونسي إلياس السخيري المحترف في صفوف فرانكفورت الألماني النهارده قدر يسجل هدف مع فريق فرانكفورت أمام فريق ليفسك صوفيا البلغاري في مباراة مؤهلة إلى بطولة دور المؤتمر الأوروبي، وقدر إنه يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 86. زي ما انتم شايفين كده الكرة قعدت تتباصى لحد ما وصلت لإلياس السخيري أمام المرمى وانفراد، وقدر إنه يخلصها بطريقة احترافية بوش الرجل على يمين حارس المرمى ويسجل الهدف الثاني لفرانكفورت، وبكده يفوز فرانكفورت 2-0 وبإجمالي 3-1 لأن مباراة الذهاب انتهت 1-1، وبكده فرانكفورت يتأهل إلى بطولة دور المؤتمر الأوروبي. وإحنا للأسف في الفيديو عرضنا صور من الهدف، لأن لو عرضنا الفيديو هيتحظر في ساعتها، فبنعرض صور عشان المشكلة دي. فاللي عايز يتفرج على الهدف فيديو فأول تعليق مثبت في رابط خش عليه هتقدر تتفرج على الهدف فيديو.